السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بفقد مرجع آية الله العظمى السيد محمد الحسين فضل الله قدس سره، أحد عنا وخلف في قلوبنا أحزانا، رحب والصلاة بين شفتيه وذكر الله على لسانه وهموم الأمة في قلبه. يا أبا علي، رحلت وسيبقى اسمك محفورا في وجدان الأمة، وستبقى حاضرا في فكرك ونهجك في حياة أجيالنا حاضرا ومستقبلا. بكى المحراب شوقا للمصلي، وتساءلت تربتك الحسينية أين الجبهة البيضاء تزهو فوق وجهك، وكأن المسجد اليوم بوجه عابس يحكي ما للنور قد أبعد عني سجدة الشكر وقنوت الخاشعين وركعة الوتر وابتهال العارفين، كلهم تاقوا لرؤياك فهل تسقهم من فيضك الطاهر يا ابن الطاهرين. كتب العلم تسائل عنك، أين جليسي؟ هل مللني؟ فضل من الله أنت علينا علما وجهادا وإيمانا ويقينا. بعدك يا يشتفي لنا.
Oh,